نكمل بقيه الفيديو، نكمل مع بعض الفيديو. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ انت طيب يا حاج، انت عامل ايه؟ بس اللي عندك بكام؟ دي ب 22 والشاهد انا ب 15 جنيه. لسه حد يصورك؟ انت لسه داخله. في حد غيري؟ طب ماشي، من الاسبوع اللي فات انا لسه اول يوم اجي من الاسبوع. يعني هو لسه فاكرني من الاسبوع اللي فات؟ دي ب 15؟ اه. وكتة؟ دي عشان بايت. اه. بس حلوه. حلو 15. احنا علينا اللي جواها. مليانة مرة. اه زي الفل. ودي ب20؟ ده دي ب22. دي ب22. والكوسه الكبيره دي بكام؟ 3 جنيه. 3 جنيه. بصوا هي حلوه ب 3 جنيه على فكره. دي خضار والله العظيم. اللي عايزه تربي فراخ هتيجي تاخد احلى حاجه من هنا. بصوا هتطلعي من هنا للمحشي. السوق يا جماعة مليان 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 حاجات محشي. فلفل بقى اهو ب10 جنيه. بس لازم نشتري الفلفلية كلها، العدية كلها. كوسة كام يا باشا؟ 7. 7 بالواحدة. لازم اخد العدية كلها. انا بس مباشر؟ لا باشا عادي. انا بنتي قالت لي لو ما جبتيش بتنجان ما تدخليش البيت، وانا عماله اصور وما بشتريش بتنجان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حد يا ماما كام البتنجان؟ كام ايه بتنجان بكام؟ ممكن اخد 5 كيلو؟ لا طبعا الاسعار دي كلها حلوه. باميه؟ بتهزروا؟ باميه؟ هي الباميه طلعت؟ اه. بكام؟ باميه ب100 يا جماعه. ما شاء الله فلاحي صح؟ اه. هذا اه ما شاء الله ب100 جنيه ما شاء الله حلوه قوي. اخر سعر ليها جمله؟ امال بره تتباع بكام؟ 120. حلوة جميلة يا جماعة طازة ما شاء الله. بس انا مستعدين. واللي بتنجان بكام؟ 7؟ حابب تصور؟ اسمك ايه؟ مؤمن. عاش الاسامي يا مؤمن. انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اسم حضرتك ايه؟ وائل حسين علي. انا وسهلا. عندك ايه يا باشا؟ شطه وتوب وبتنجان. طب ماشي نشوف الاسعار. دوت ب 12. فين بقى البتنجان؟ انا مش شايفه. يبقى البتنجان اتباع. ماشي يعني انت بتقول لي اتباع. ماشي كان عندي امل اشتري. 12 جنيه؟ اه. اه. والتوب ب 15. التوب عالي صوت. اللي هو ده؟ لا ده شط. اه الطب اللي هو ده؟ اه اللي هو ده. ايوه 15؟ 15. ماشي يا باشا. والاحمر؟ الاحمر ما شاء الله عاملينهم بطريقه جميله جدا ما شاء الله. ربنا يحسن سوقهم يا رب. ربنا يقويكم يا رب. ربنا يحسن سوقهم. طبعا بالكحه عشان الفلفل. بص الفلفل ده جامد زي الفل. عندنا باميه ب 100 جنيه. ايه؟ عندنا باميه ب 100 جنيه. باميه انا لسه شايفه الباميه ب 100 جنيه. جميله.
لو قدرت ارجع لك اخد منك نص كيلو، بس انا بشتري الحاجه وبنساها والله. شوف الحاج هنا عنده قد ايه باذنجان. السلام عليكم يا حاج، الباذنجان ده بكام؟ ب 20. طب ينفع اخد 5 كيلو؟ وب 20 وبيقول لي لا، ب 20 وبيقول لي لا. يعني لازم اخد نص الشوال؟ ده انا العيله بقى كلها المصر كلها العبور كلها تاكل عندي. مين هيقور؟ الله يكرمك. ايه؟ 5 والله حلو، اديني 5 الله يكرمك. مش هدخل البيت. بنتي والله ما هتدخلني البيت. هيمشوها خالص. هيمشوني. لا لا لا. وانتي نفسها في الباذنجان بقى. استنوني لحد ما نرجع. ممكن استنى عندكم؟ ده مع قناة ايه؟ مع قناة ايه؟ انت نسيت كله رزق البنات مصورة عندك قبل كده. سلام عليكم. عندكم الجزر بكام؟ دي الضيقة شوال كبير صح؟ ايوه. بكام يا باشا؟ 46 كيلو دي حاجة شغالين فيها ب 150 جنيه. ما شاء الله. يعني الطقطة ايه؟ يعني الوزن؟ هي 46 كيلو. الوزن؟ حلو. يعني 75 النص مثلا؟ يعني انا جبت ال 17 كيلو. يعني كده في الكيلو معاك حضرتك من 4 كيلو لحد 3.5. حلو حلو قوي. في ب 2.5. حلو 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 قوي. ما شاء الله ربنا يحسن سوقهم يا رب. يا رب احنا وانت جميعا. اللهم امين. نهارك زي العسل. ونجعل السنه كلها بسرعه دي. انا وانت والمسلمين جميعا يا رب. اللهم امين. تعالي يا استاذ. الصغيره بقى بكام؟ الصغيره ب 55. طب ما تنقي لي واحده. خد اللي انت عايزه. على 50 لا؟ حسين. انا اخد معاكم جزر. الجزر فيها 50. ماشي نقلي واحدة. تعجبك مدير. هدي بص رايكم يا جماعة في الجزر ده 55 كتاب 50. اسم حضرتك ايه بقى؟ أسامة الفول. أسامة؟ عاشت الأسامة أسامة. أنا أصلي أديها أسامة أنا وحد يعني. ماشي. تمام؟ خد لي دي. خد يلا دي. أخليها حد يوديها لك؟ لا خليها بقى لما أجي مروحة. هتتوهي في المحل. ايه؟ هتتوهي. خدي كشف ده عشان ما تتوهيش في رقم المحل. ماشي. ادي له 50 جنيه وادي نديك الكشف دي. مش بص يا جماعه بتشتروا الحاجه تركنوها عندهم ممكن وبتاخدوا كشف. وانتوا راجعين خدي يا حبيبي. انا بشتري معاك اهو. عايزه واحده صغيره مش عايزه كبيره. تعمل ايه؟ مش تبعك يا استاذ اسامه؟ اه طيب تمام. هو ده تبعك الاستاذ ده؟ لا. عايز ايه؟ تعالى. طب ما تاخد حته 50 جنيه. انت بتعمل ايه من الصبح؟ انا فاكراك تبعهم. بصوا يا جماعه انا فاكر شكاره. اديني بقى بيان. بصوا المكان فيه شكاير كبيره بقى كده. شكاير صغيرة. انا هاخد الصغيرة دي على قدينا. يعني ايه حلوة. انما احنا هناخد الكبيرة دي عن تاجر. وانا خارجة بقى ابقى ايه. ربنا يعيننا بقى ونشتري. جزر يا جماعة جميل. خدوه. خللوه. اعملوا عصير على البرتقال. اعملوا حاجات كتير قوي قوي. يعني سلطة. يعني هي دوب دي كل شهر رمضان. ولما تخلص. هنا محلات ولاد الخول يا حاج. محلات ولاد الخولي؟ ماشي. محلات ولاد الخولي عنبر واحد. عنبر واحد ايه؟ محل ايه؟ مش عارف. يلا بينا المكان تاني.